السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا كلكم بخير وألف خير. اليوم جبت لكم فكرة هي تزيين إناء لشرب الحساء. كل ما كنحتاجو هو بانسو وصباغة أكريليك وفاشيون تزيين. نبداو على بركة الله. قبل ما كان نستخدمو الإناء يعني بدون الصباغة كنفكو بالكاغد الحرش على الطين فقط. كاين واحد التقنيه كنقولوا ليها التشقق بالزجاج. راه كاين الوان متعدده في الصباغه الاكريليك. هذاك النهار سولتني قلت لي في بين المحل ديال الصباغه عندو كل خفة قلب وعي الفراغات اللي باقي نفسه هو يشمس وانا غنخليه حتى يبس وعي ان شاء الله نديرو شي عنقود عنب علاش لا. بسم الله هذا غنقول لكم سهلة غتجيكم سهلة. Thank you.
ولا تنسوا دائما الصلاة على النبي.